باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بنحتفل يا أحبائي النهاردة بالعيد 45 لانتقال القديس العظيم البابا كيرلس السادس، والعيد الثالث للاعتراف بقداسته وباعتباره قديسا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أن تبنى الكنائس وتدشن المذابح وترسم الأيقونات باسمه وتدشن. حابب نتكلم مع بعض كلمتين صغيرين عن البابا كيرلس. ممكن نسمع مع بعض؟ أولا يا أحبائي، الطاحونة هنا مكان سكنه أبونا مينا سنة 1936. البابا كيرلس لما جيت توحد هنا يعتبر أول من عاش الوحدة في هذه المنطقة أو في الموحشة أو في ضواحي القاهرة. ما كانش فيه أي سكن، المكان ده كان مهجور، كان كله طواحين، مش زي الطاحونة الجميلة اللي بتدخلوها كده، كانت متهدمة والأرض مش ممهدة. واللي منكم كان بيطلع الطاحونة زمان قبل سنة 86 يفتكر ان السكة كانت كلها تراب ومدق. البابا كيرلس سكن وتوحد في هذا المكان 5 سنوات متوالية. الطاحونة يا أحبائي دير مريمينا ابتدى يهتم بيها وابتدى يرممها بشكلها الحالي ويشتري الأراضي اللي حواليها ويبني الكنائس الجميلة دي سنة 86. وبقى المكان زي ما حضراتكم شايفين، ربنا يبارك، من سنة لسنة، وكان سبب ولا يزال سبب بركة لمصر كلها وللعالم كله من سكن هذا الأب القديس فيه. حابب أقول لكم كلمتين صغيرين. هنتأمل مع بعض في صورة البابا كيرلس السادس في وجه هذا الأب القديس. باخد من وجه البابا كيرلس إيه؟ أول حاجة باخدها من وجه البابا كيرلس الإطمئنان والسلام. الإطمئنان والسلام. اعتدنا نكتب تحت الأيقونة تحت وجهه إيه؟ كن مطمئنا جدا جدا. وإيه؟ تفكر كثير بين ولا تفكر في الأمر كثيرا بل إيه؟ في حد مش حافظ المقولة دي؟ أنا عايز أقول لكم إحنا حاطينها على وجهة الطاحونة من بره، كل الناس اللي بتعدي رايحة جاية. مش سمعني؟ كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الأمر كثيرا بل دع الأمر لمن بيده الأمر. ما ظنش فينا بيت مش حاطط القول ده. زرنا مرة واحد من رجال الأعمال الأغنياء جدا، وجي قعد معانا في المكتب بتاع الأباء تحت، وحطين صورة وجه البابا كيرلس كده. الراجل لقيته قعد يا أحبائي وما تكلمش خالص. يا باشمهندس فلان، حضرتك في حاجة مضايقاك أو أي حاجة؟ قال لي أنا عايز أقول قدسك حاجة. اسمع بقى الكلام. السلام اللي جوه الوجه ده
وجوه الراجل ده انا عمري ما وجدت ولا شفت في حياتي مهما حصلت على ملايين هذه الدنيا. جواه اطمئنان، جواه سلام لا يعبر عنه. السؤال، منين جاب البابا كيرلس كل هذا الاطمئنان يا احبائي؟ انا حابب اقول لكم حاجه. البابا كيرلس راح اترهبن في دير البراموس. اوعوا تفتكروا كان دير البراموس بيروحوا زي ما حضراتكم بتروح، ولا كان حتى في مدى هي حماره ولا جمل، ولا تشوف هتشوف واحد يوصلك ازاي. وكان لا يترك الاجيره في هذا الوقت انسان راح يترهبن ومهموش. خرج مع الرهبان وحل مشكلته. مين فيكم لو قلنا المنطقه دي ما فيهاش اي حد ومهجوره نقول له طب اطلع اسكم فوق، هيطلع يقول لك هو ده اتجنن ولا ايه؟ مطمئن ربنا معاه. المتوحدين الصفه الاولى فيهم يا احبائي، هو تقول هذا راجل ما عندوش هم ولا عيال ولا مشاكل، ده في منتهى الصعوبه انك تسكن واحده وسط الوحوش. عارفين حكايه الديب؟ طبعا ترسموا صوره الديب دلوقتي، مش كده بابا كيرلس والديب؟ الديب اللي كان موجود هنا والبابا كيرلس خلاه صادق الناس، وغيره وغيره وغيره. الاطمئنان يا احبائي بيجي من نقطه مهمه جدا، وهي حياه الصلاه الدائمه. انسان بيصلي مطمن، انسان بيصلي ما يخافش، انسان بيصلي المشكله ما توقفوش، انسان بيصلي الضيقه ما تزعجوش. يا احبائي الصلاه هي سر اطمئنان هذا الرجل العظيم. تاني نقطه في وجه البابا كيرلس السادس، الهيبه والوقار. فيكوا واحد، فيكوا واحد ما يشوفش في صورة بابا كيرلس الهيبة والوقار؟ بهاء للإكليروس، جاب البهاء وهذه الهيبة والعظمة والمخافة منين؟ حلته ايه ده؟ حلته فلوس؟ جاب الإمكانيات؟ كان عنده عمارات؟ لا يا أحبائي، كانت له قوة القداسة والطهارة والنسك. قداسة، طهارة، نسك، دول يدوا الإنسان الوقار. أبونا يوستوس الأنتوني كان ملفوف ببطانية، معرفش مين فيكم شافه في دير الأنبا أنتونيوس. أنا شفته في السبعينات مع إني كنت صغير يعني. لكن حتة كوم واحد متكوم كده معمول ببطانية والناس تهابه خاف منه. أبونا عبد المسيح الحبش، أبونا مين جاب الوقار ده منين؟ حياة النسك والقداسة والعفة. عايز يا أحبائي بنفقد مهابتنا لو فرطنا في قداستنا وفي نسكنا وفي حياة الطهارة. يا أحبائي اوعى تكسل على الصوم وتقول يوه 55 يا عم عدي أسبوع يا عم خليها، خلينا على حد النص، ما هم سموه النص عشان نصوم من النص. كل ده كلام فاضي. منين هتاخد هبتك ووقارك؟ اوعى تفتكر بالصوت العالي ولا بالقوة ولا بالشتايم ولا بالمراتب خالص. انسان اعزل يهز الكون ده هز بايه؟ قداسته، نسكه، عفته. اخر نقطة عشان ما اطولش عليكم، وبعدها هحكي لكم معجزة حصلت في الكنيسة دي. اخر نقطة عايز اقولها، هو طبعا كتير، لكن تجد في وجه البابا كيرلس الفرح ايها الاحباء، الفرح. سر الفرح في البابا كيرلس هو القداس اليومي، الشركة، التناول. هو سر فرح كل إنسان أيها الأحباء.
الصلاة اللي بنقولها بعد المناولة ايه؟ فمنا امتلأ ايه؟ فرحا، ولساننا تهليلا. ويقف المعلم سبحوا بدفوف وتهليل، سبحوا سبحوا فرح. كل ده ساعة التناول، التناول شركة مع الفرح. تعبان زعلان روح اتناول. عارفين عادة عند الصعيدة المقفلين شوية مش اللي زيكم يعني، يقول لك الست لما يبقى في البيت حد مات ما تروحش تتناول. بص التعبير البسيط بقى ليه يا عم؟ لحسن يقولوا عليها فرحانة. بص التناول ارتبط بإيه حتى في أذهان الناس؟ تناول فرح. لو انت ربطت نفسك بالمناولة بسر الشركة دايما ستكون دائما فرحا، على مثال هذا القديس. البابا كيرلس يفرح بولاده يا أحبائي لما نتمثل بيه، مش بس لما نعمل التمجيد. نتمثل بالإطمئنان والسلام، نتمثل بالقداسة والطهارة والنصح، نتمثل بحياة الشركة المرتبطة بالمذبح دائما. آخر حاجة عايز أقولها لكم، وإحنا بنشتغل في الخرسانة في الكنيسة دي، شوفوا إحنا على ارتفاع قد إيه. طلعتوا كم سلمة النهار من عد السلال؟ كانوا بيصبوا في الحتة اللي انتوا شايفينها كلها زي أرشاط كده، بس في حتة عدلة هنا، حتة عدلة عند الهيكل. شوفوا بقى السقف هنا على ارتفاع كام؟ كام ده؟ ما تحسبش، ما تعدش بقى ده. وبعدين تحت في بدروم، معرفش انتوا نزلتوا الكافيتيريا اللي تحت، في كافيتيريا وتحت الكافيتيريا بدروم. بقينا كم متر؟ 20 21. كانوا بيصبوا يا احبائي وكنا في شهر كه، والنور اتقطع الساعة 1:30 بالليل. لما النور اتقطع هنا عندنا محول جميل كده، فالاخ الكهربائي وهو اسمه عياد، معرفش عياد هنا النهارده ولا لا، ده عياد اهو. عياد ده مفروض هو اللي يحكي الكلام اللي انا هقوله. لما النور اتطفى، تعالى يا عياد جنبنا كده، يا ريت الكاميرا تجيبه. عياد ده الكهربائي بتاع هذا المكان، انا معرفش انه هنا على فكره. جري يمشي يا اولاد والنور مقطوع، احنا عاملين فتحه متر في متر ماشيه بطول المبنى، عشان عقبال املتكم كده ان شاء الله لما نعمل لكم التكييف هنا باذن الله. فعاملين الفتحه دي ماشيه وعياد بيجري والنور مقطوع اهو. نزل من الفتحه اللي فوق وهو مش شايف، خد الارتفاع ده واللي تحت، ونزل على الخرسانة المسلحة في القعدة تحت بطوله كده. عياد ده قالوا لي انتوا لسه ما سمعتوش حاجة، كنا بنعمل التسبيحة فاتصلوا قالوا لي اطلع عايزينك بره. ايه يا اولاد؟ قالوا الآتي: عياد وقع من على السقف وبيجيب دم من ودانه، وراح نقلناه على رحتوا القصر العيني الأول، نقلناه على القصر العيني. رحت بسرعة متصل بدكتور أستاذ في القصر العيني صاحبنا، قلت له الحق في عندنا شاب اسمه أهو عياد، وراح ده نزل وبيقولوا جايب دم من ودان. قال لي الآتي، قال لي انت عايز الحق؟ قلت له اه. قال لي الولد ده طالما جايب دم من ودانه يبقى ده كسر في قاع الجمجمة، وحتى لو عملنا له عملية مش هيكمل. واحنا بقى عايز اقول لكم، الولاد بتوعنا في الطحونة هنا عشان يعملوا المكان اللي حضراتكم فيه كانوا بيصبوا ليل بنهار، ما كانوش بيعرفوا طعم النوم. احنا هنا قاعدين على تعب ناس تعبت بجد.
أنا قلت يا رب لو مات واحد في الموقع ده يبقى اتقفل الشغل، يبقى كده اتقفلت الدنيا كلها. قلت الاتنين تلاتة معانا في الكنيسة ومعايا أبونا تيموساوس ربنا يديله الصحة لازال بيخدم المكان، مفيش في ايدينا غير الصلاة. والبابا كرولوس هو حر، ما كانش هيعرف هو يحمي عياله، مين اللي هيحميهم؟ ودخلنا نكمل تسبيحة تلت ساعة، تلت ساعة التليفون اللي وراه، اسمع بقى، على فكرة الدم وقف. عملنا له أشعة طلع إن الجمجمة سليمة تماما، أهو الدم كله. هو موجود، أنا ما بقولش كلام في الهوى. وأنا كنت عايز أنقله من القصر العيني وأبونا معايا، ولو عايز تنقله دلوقتي انقله. يا أحبائي لكم أن تتخيلوا هذا البني آدم، هو بيبكي طبعا لأنه يتذكر هذا الوقت بمنتهى الإجلال. العمود الفقري بتاعه كامل ما فيهوش شرخ واحد اللي نزل من الارتفاع ده. عنده ايه بقى عياد؟ شرخ في الناحية الشمال في الحوض، فعايز يستريح شوية في السرير، ولا جبس ولا اي حاجة. وبقى في ايام قلائل رجع لعمله هذا الكهربائي الجميل ده، البابا كيرلس صاحب هذه البيعة بتاعت البيعة. لو ربنا أراد بقى كل مرة بحكي لكم حكاية على هذا المكان. كل سنة وانتم طيبين. أبونا تيموساوس عايز يقول لكم إن في قداس الساعة 7 الصبح، في قداس الساعة 12 الظهر، في قداس وتسبيحة، تسبيحة وبعدين قداس الساعة 12 بالليل النهار. يعني في 12 بالليل للصبح، في 7 الصبح، في 12 الظهر بكرة. إن شاء الله تعيشوا لكل سنة، كل سنة وانتوا طيبين.